ليه داخلني خصم مضاربه. 10% في المية عموما، سواء ده او ده او اي حاجة كل موجودة البراندات بنشوفها عندي عليها دلوقتي. خصم 10% في تمام، احنا الشمال. عندنا تيفال زهران كمان، وتيفال فرداني زهران ولا برضو، اطقم؟ فرداني برضو. حلو قوي، جميل ده فرداني قوي ما شاء عندي الله. من 16 تمام لحد 32، جميع جميل المقاسات كلها جميل. موجوده لسعر برضو، لسته خامات فرنساوي. سعر لسته بقى، إيه؟ سعر لسته لسته عليها خصم حضرتك برضو 10%. تمام تمام ما شاء حضرتك ده الله. اللي هو ايه، اللي هو الاراميتال، اللي هو ميد ان فرنسا، بكتب عليه ميد ان فرنسا تمام، مع الشياطه بتاعته اهو، واكيد يعني غني عن التعريف محترم طبعا. جدا. تيفال زهران 100% ما شاء الله. تمام، طقم استانلس كامل على بعضه، طيبه. استانلس انا بعشق شغل طيبه بصراحه، طيبه حاجه محترمه جدا، الشغل بتاعها نقي، الاستانلس حلو جدا ما شاء الله. دول كده اربع حلل ولا ثلاثه؟ لا بص حياتك، حل ده اربع حلل اهو، اربعه حله، يبقى اربعه حله ومعاه طقم كنك ومعاه حضرتك اللي هي أربعة. صينيه فرن في قلبها تيفال من جوه، صناعه إيه تركيه اللي نازله جديده، ميدن تركي. ايوه ده تقيله جدا، بصوا يا جماعه ده تقيله، بره استانلس وجوه تيفال، ده الحاجات اللي نازله جديده مش هتلاقيها في حاجه تانية دي. قمر كل الشكر والتحيه والترحاب لمتابعين قناه شيماء الجوهري. تسلم. تمام تسلم. تعالوا بجد هنا يا جماعه، والتقيله علينا والخفيفه عليكم. تسلم. وشوف احنا هنعمل ايه معاكم بفضل الله. عايز اقول لكم الرسمه دي جميله وشياكه ومودتها مش بتروح. بصوا الطبق يعني نقي وظاهر ازاي، حلو قوي ما شاء الله. بصوا الساده ده قمر، ده هو يا دوب الحرف بس، ده يتشال معاكي بقى لو عروسه بتجهزي يتشال وما تخافيش. بصي ما شاء الله السلطانيه وطبق الغويط والتفاصيل، بجد انا بعشق الطقم ده، تفاصيله حلوه قوي وما فيهوش رغي كتير، مميز بالنسبه لاي طقم صيني بيبقى موجود في السوق اليد هتبقى. وبالنسبه كمان انا عايز اوريكي حاجه، لا 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 تمام طبعا. الله اكبر يعني يا جماعه، سليم اهو. السلام عليكم، مساء الخير. مساء الخير، سليم. انا اشتريت من هنا والخدمه كويسه والاسعار جميله، ويعني اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. انا شايفاكي جوه ما شاء الله من بدري، اخدتي كل اللي انت عايزاه وجابوا لك طلباتك بالظبط ولا جابوا لك اختيارات اخرى؟ لا لا لا، جابوا لي اللي انا عايزاه. اختياراتك بالظبط الحمد لله. الحمد لله. طب واسعارهم ايه؟ لا زي هودة وحلو. زي ما سمعتي ولا أيوة مختلفه؟ هي ما احنا جايين ما غيروش في الاسعار. لا 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 لا، تمام حلو قوي. والتوصيل حد يتكلم معاك جوه من العمال ولا اي حاجه؟ لا لا، التوصيل قالوا لك ايه؟ قالوا لك ايه؟ الخدمه جايه. ايه قالوا لك الخدمه؟ ايه الخدمه جايه؟ يعني الحاجه جايه لحد البيت من غير اي اكراميات، من غير لا 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 اي حاجه ولا اي رسوم ماديه نهائيا لحد باب البيت. عايزه طقم، عايزه طقمين، عايزه اي حاجه، ولا ما تتعبي نفسك على الواتساب. طالما جيتي شفتي المكان بتروح البيت على الواتساب، عايزه طقم باليمين، عايزه طقم كاسات، شاور عليه وبعتيه على الواتساب، بنتابع معاكي، يجي لك لحد باب بيتك من غير اي حاجه يا جماعه. لو طقم واحد بنقولها مره واثنين، لو طقم واحد. واختمي بقى الفيديو بقى، تقولي بقى نورتيني واتبسطت ده، انا شفتك النهارده والف مبروك على الحاجه اللي اخدتوها، ربنا يهنيكوا بيها يا رب. احمد باشا منور، الله يبارك في حياتك، والله انت اللي منوره الدنيا كلها، فيديوهاتك جميله جد وجميله بجد، وتستحق كل خير بجد من اللي انت بتعمليه ده. بشوف ريفيوهاتك عاليه جدا، حاجات كده يعني، حتى لما اشوف الفيديو بتاع حضرتك بحس ان انا عايز اروح اشتري من اي حد مش كده. اهو هاخده، هو خليه يشتري كمان. منور يا احمد، كل سنه وانت طيب. ناس مستنيه عروضكم، بتقول لي فين عروض سنتر القرش، عايزين حتى نعرف المكان. عايزك تقول للناس العنوان بالظبط بالتفصيل ويجوا ازاي. مكان سنتر القرش ده فين يا جماعه؟ مترو باب، مترو باب الشعريه او مترو العتبه، شارع الازهر عند رجب العطار. الرقم عندكم ظاهر على الشاشه، بترنوا علينا، بنبعت مندوب ما بيجيبكم لحد السنتر هنا. تمام، بفضل الله تشكيل رهيب جدا من الادوات المنزليه. المكان كله منغم من الادوات المنزليه، من الصيني والاركوبان والاركوبايركس، جهاز العروسه كله من الالف للياء، وعروض حقيقيه بفضل الله. يعني مش اي حد بيعمل بروباجندا ويعمل ايه، يقول لك على السوشيال ميديا يقول لك ده انا عندي عروض، ده انا عندي الحاجه دي بسعرها كذا. لا، عروضنا حقيقيه بفضل الله، كل حاجه موجوده، سواء اجهزه كهربائيه، ثلاجات، غسالات، بوتاجازات، المفروشات كلها، الكوفرتات واللحافه والبطاطين والدفايات، الماركات كلها في الحلل، السافلون والنيو فلام والبريوني والكركماس، كله بفضل الله موجود، والجلاس كوبر موجود، ام العشاء الصيني، كل استيراد سنتر القرش بفضل الله. عندي طقم صيني كامل بيبدا من 1912. 1912 حلو قوي. عندي بالمجان، تمام، توصيل بالمجان داخل وخارج القاهره من اسكندريه الاصفهان، لعرض العروسه من غير نعم، لعرض العروسه، لعرض ايا كان حياتك، عرض عروسه، عايزه طقم ميلامين ب 550 جنيه، عايزه اي عايزه، لو عايزه حتى طبق فاكهه عندي تمام، بتكلميني على الواتساب، الرقم ظاهر عندكم على الشاشه، وبيجي لك لحد باب بيتك من غير ما تدفعي اي رسوم ماديه. تمام، لحد باب البيت من غير اي حاجات ماديه يا جماعه. توصيل عندنا من الداخل وخارج القاهره، من اسكندريه لاسوان بفضل الله، وكل الشغل بفضل الله موجود، والتجار طبعا الجمله واللي بيفتحوا محلات، كل حاجه موجوده، والبراندات كلها ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. قولي نبدا منين، لان انا عيني زايغه على كذا حاجه وعايزه ابدا من كل حته. ماشي حضرتك. طيب عندنا البراندات اللي هي حضرتك الطقم البريوني، البريوني ده غني عن التعريف. ايوه ده البريوني، في منه 10 اشكال، في منه اسود، في منه كافيه، في منه التسعه، وفي منه العشره حضرتك. التسعه
حضرتك بيعمل 7950 ده اربع حلل وايه وقلايه وصينيه. حلل وعندي هنا صينيه سوتيس من غير غطا بس في حل الغطا بتاعها بيركب عليها السوتيس. ايوه والمقلايه وحياتك حاجه بسم الله ما شاء الله ده ميديان تركي صناعه تركيه 100% تمام. ده بيعمل 7900 جنيه. في بقى منه العشرة يعني زياده ايه صينيه او زياده مقلايه تمام بيعمل 8350 تمام حلو قوي. ده عندنا منه الوان تانية 10 الوان في 10 الوان وده يا جماعه اليد بتاعته جولد والمقابض بتاعته كل الاكسسوارز بتاعته ماشيه مع اللون بتاعه بجد محترم جدا. في حياتك اللون ده منه برده البيج ده داخل مط فلامع برده الاثنين. ايوه ما شاء الله ده حلو قوي تمام. في عندي اللي هو الكاتشينوفا ده تشكيل مختلف ده اربع حلل وطاسه وقلايه تمام ما شاء الله. ده حضرتك اللي هو الكاتشينوفا ده طقم جوجل كبير فيه كل حاجه 22 قطعه عباره عن اربعه حله وصينيه وبروج بتاع كريب كراميل. ده طبعا ده 6 مللي يعني حاجه محترمه. اليد هنا خشمونيوم عزل الحراره. الغطا بتاعه جرانيت معاه طاجن مقاس 35 معاه مقلاه مقاس تكوينه كبير مقاس 30 يعني اللي هتجيبه ولا هتجيب طاجن فرن ولا هتجيب قالب الكيك ولا هتجيب لبانه ولا قلايه ده طقم استعمال تجيبه تستعمله على طول من الاول. جرانيت في جرانيت حلو قوي. الماده السائله اللي فيه كلها جرانيت غطا جرانيت يا جماعه وبره جوه جرانيت توزيع حراري محترم جدا باين عندي اهو من تحت. ده براند برده عالي. ده جيلجي على فكره مكتوب عليه اهو ده جيلجي ده تركي بيعمل 8450 عشان ده العدد الكبير 450 وعندي الاعداد الصغيره عندي التسعه بتاعه بيعمل 2950 تمام ما شاء الله. مقلايه وحضرتك في الكركماز اللي هو الكركماز الجرانيت غطا بايركس بيعمل 6700 وعليه خصم 10% الغطا بتاعه بايركس وحله كبيره مقاس كام؟ مقاس 30 حلو قوي مقاس 30 26 مش موجوده عموما في العادي يا جماعه 24 22 20 معاه مقلايه 24 غطا بايركس طبعا ده كركماز غني عن التعريف ده جرانيت كركماز يا جماعه اهو كركماز والتوزيع الحراري عليه اهو 100 ان تركي ميت ان تركي صناعه تركيه 100% نجمتين ايوه بتوع ال ايوه في ميد ان تركي ميت ان تركي هو طبعا أيوة. كركماز هو وميد ان تركي تمام وحياتك اللي هي هنا بتاع اللوجو بتاع كركماز عشان نعرف ان هو اصلي يا جماعه ده ب 6700 والمتابعين حضرتك برده وقناه سنتر القرش عاملين عليه خصم 10% تعالوا السنتر هنا يا جماعه بجد المكان احنا مكملين في خصم 10% يعني احنا المره اللي فاتت كان خصم 10% والنهارده كمان واللي قلنا نفذناه ولحد دلوقتي برده اسعارنا زي ما هي الله يبارك لكم في الاسعار بفضل الله بل بالعكس جايبين تشكيله رهيبه جدا معظمها استيراد المكان يعني كنا 70% استيراد المكان دلوقتي بفضل الله وصلنا ل 100% الله اكبر بسم الله ما شاء الله المكان سواء في الصين او في الاركوبال او الارك اركوبال او الاركو بايركس او الرفايع كلها عامه. ده طقم جرانيت 13 قطعه ده سافلون يا جماعه ده سافلون ميد ان تركي يا جماعه برده اهو خامه بسم الله ما شاء الله سافلون سافلون تركي ميد ان تركي الالوانات كلها موجوده عايزه اسود موجود بص حضرتك اسود موجود اللون الكافيه البينك موجود كل الالوانات كلها موجوده بفضل الله تمام كل الالوانات موجوده ده 13 قطعه الاسود برده اهو موجود قدامك وفي الاسود اللي هو المدور ال 10 قطعه تمام ال10 قطعه جرانيت بره وجوه غطا ستانلس ليه فتحات تهويه ده المدور وده المربع وكل واحد المربع. فيهم ليه التكوين بتاعه ليه التكوين بتاعه وعليه خصم 10% في المية عموما سواء ده او ده او اي حاجه موجوده بنشوفها كل البراندات عندي عليها خصم 10% تمام احنا عندنا تيفال زهران كمان فرداني ولا برضو. فرداني برضو حلو قوي جميل قوي ما شاء الله عندي من 16 لحد 32 جميل المقاسات كلها موجوده جميل لسعر لسته حاجات فرنساوي سعر لسته بقى سعر لسته عليها خصم حضرتك برضو 10% تمام تمام ما شاء الله ده اللي هو ايه اللي هو الاراميتال اللي هو ميد ان فرنسا بيكتب عليه ميد ان فرنسا تمام مع الشياطه بتاعته اهو واكيد يعني غني عن التعريف طبعا جدا تيفال زهران 100% ما شاء الله تمام بصي حضرتك ميد ان فرنس اهو فرنساوي اهو تمام ما شاء الله ده جرانيت تيتانيوم تيتانيوم مدور اللي هو السافلون حياتك التركي وفي المربع برضو ال 13 وفي ال 10 المربع الجري التيتانيوم ده محترم جدا بصراحه يعشق يعني حلو فلام. جدا والنيو فلام برضو والنيو فلام كلها ده نيو فلام السداسي موجود معانا ده التكوين ده وموجود اللي هو الشكل الاولاني ايوه 14 وفي حضرتك برضو اللي هو الفيد كاست اللي هو العدل ده وفي اللي هو الايه اللي هو المضلع ده القديم اللي عليه في البادج هنا مكتوب ايه نيو فلام ده اللي هو الايه الاصلي تمام وفي حضرتك التسعه منه وال 10 الاحجام بتاعته كلها موجوده تمام خصم 10% يا جماعه الرقم عندكم ظاهر على الشاشه رنوا علينا وبنرد عليكم بفضل الله استاذ سعيد مشكورا والسافلون المدور برده موجود معانا تكوينات مختلفه والنيو فلام والالوانات برده والنيو كلاين موجود برده موجود معانا النيو كلاين ايوه بانواعه في التسعه في العشرة في ال 14 تمام الاعداد كلها موجوده ما شاء الله ده البريوني الشكل اللي قبل الناعم صح كده؟ اللي هو قبل الغطا اللي هو قطيفه ده غطا بايركس حضرتك ده غطا بايركس انا عايزه اقول لكم الطقم ده حلو قوي انا واحده صاحبتي اخذت منه بتشكر فيه جدا بتقول لي بقدم بيه على السفره والوانات حلو وبيتغسل كويس ما تقلقيش هو بصراحه حاجه محترمه جدا لو ما كانش حلو ما كانوش طوروا منه كمان فعلا ما شاء الله هو اللي على الساحه قلنا نيو اللي حضرتك اللي هو نيو كلاين ده بيبقى خامات كوريه لكن صناعه مصريه عندنا طبعا كل الاعداد بتاعته وعندنا الحلل بتاعته بتكون فرز تاني موجود فردانيات برضه فرداني اللي هي زي كده
زي كده مغطى بايركس. تمام. ده موجود مقاساتها كلها. مقاساتها كلها ولا مقاس واحد؟ لا مقاس واحد. احنا نيوكلاين. لو ان شاء الله هنعلن اللي احنا عندنا حضراتكم ان شاء الله. تابعونا على قناه سنتر القرش برده. تمام. لو موجود برده في اليوميات على اليوتيوب يا جماعه. قناه سنتر القرش. تمام. عندنا مقاس 24 قلت لي. مقاس من 24. من بكام؟ بتعمل 500 جنيه. 500. حلو قوي. خلينا نقول بقى ان احنا هنا في قسم الصيني. هنا طبعا ده استيرادنا كله يا استاذه. شايفه؟ هات كده الصيني كده. هات كده. والله لسه ما سعرناه كمان. هات كده الصيني كده. لا ما شاء الله ما شاء الله. ده تشكيله حلوه. خلينا نقول هو ده ايه؟ ده حضرتك ده ميلامين ماليزي. بيخش الميكروويف والفريزر وغساله الاطباق. تمام. حاجه محترمه جدا وسعرها ممتاز جدا. يعني ده طقم كده واحد 38 قطعه. عايز اقول لكم كبير ما شاء الله. السيرفيز والاطباق كبيره. كل حاجه فيه. حلو قوي. حضرتك كل ده طيبه ولا ده ايه؟ ده طيبه. حلو قوي ما شاء الله. طقم محترم جدا وسعره ممتاز جدا. ده جميل قوي ما شاء الله. هنوريكم الصيني دلوقتي بس احنا بنشوف الملامين على ما الصيني يفتح. عندنا حله مكرونه. عندنا نوعين. عندنا حاجه إيه؟ موجوده داخل السنتر. حلو قوي. عندنا دي لا دي حله بخار ودي حله مكرونه. وفي منها على فكره جرانيت كنت شايفاها جوه وانا قاعده. ليه؟ في منها جرانيت. قعدت فريت كده علشان احنا بنصور نبقى عارفين ونقول للناس الخامه عامله ازاي. ده الطبق الغوي. الواناته جميله الله جدا. الله الله الله. حلو قوي. ممتاز جدا. ده بكام ده؟ ده بتاع ده. بصوا. لا ده حله. لا ده شكل. ده لون ده تاني. ده لون مختلف. ده لون مختلف اهو. اللي هو اللون ده اللي عليه العجله. وده بيبقى ميكس معاه. ده ميكس كده معاه ما شاء الله. ده الفلاور. ده لون تاني. ده حلو قوي يا احمد. بص ده بيخش الميكروويف والفريزر وغساله الاطباق وضد الكسر كمان للمتابعين. بص اهو شايفين الاطباق اهي. كفايه 100% ميلامين نقي جدا. دخلي الميكروف وانت مغمض عينيك ولا ياثر باي حاجه. الميكروف بس يا جماعه. والفريزر برضو امن في الفريزر. مش عشان بس في ناس الميكروف والفرن على صالهم على طول. لا هو الميكروويف بس. لان الميكروويف انت لازم تدخلي فيه حاجه تتحمل الحراره لدرجات عاليه. وفي حضرتك عندنا الميلامين برضو التركي. هو بكام ده؟ كام قطعه وكام؟ 38 قطعه ب 3600 جنيه. 3600. مع العلم اللي عندي طقم الميلامين بيبدا من 550 جنيه. تمام. 550 750 650. فكل الاسعار كلها احنا هنا في السنتر. واشكالهم حلوه برده على فكره. كانت لسه زبونه بتتفرج. قمر برده حلوين. احنا بنتميز اللي عندنا كل حاجه من الالف للياء. زي ما عندي ب 500 عندي ب 4000 جنيه. يعني عندي كل الاسعار كلها تناسب حضراتكم. تمام. عندي الميلامين التركي ده. الحجري ده يا جماعه. ده مدور الحجري. ده ميد ان تركي. ده بيخش. نعم. اللون الثاني. في اللون اللي هو الجراي. اللون الجراي ده اهو. تمام. ده 38 قطعه برده. حاجه محترمه جدا. بيخش الميكروب برده صناعه تركيه يا جماعه. هو ميد ان تركي بالحفر عليه. ميد ان تركي. تمام. وطبعا درجه الحراره بتاعته هوت كول وسخن وبارد. يدخل غساله الاطباق. ايوه غساله الاطباق وكل حاجه ما شاء الله. بص في منه بقى المربع بتاعه. في منه مدور بالظبط. في منه مربع. المربع بتاعه. ايوه حلو جدا. كده الصيني ده. تمام. معانا الصيني اللي هو استيرادكم بقى. لسه ما صعدناهوش والله يا استاذ. استيرادكم بقى ماشي ما شاء الله. كده من المخزن لسه بنصعده. يا جماعه الله اكبر. يعني كل دي رصه لغايه طبعا تحت وورا كمان. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. ده انا بحب الرسمه دي جدا. بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم الرسمه دي جميله وشياكه ومودتها مش بتروح. بص الطبق يعني نقي وظاهر ازاي. حلو قوي ما شاء الله. عايزه امسك طبق. بسم الله ما شاء الله. الله ده خفيف. بصوا على فكره حلو قوي ما شاء الله. طبق خفيف جماعة بسيطه كده من غير خجول من غير خسوف. كلمونا كده على خفيف يا جماعه. دي برده تحفه. عملنا حاجه ايه؟ ايوه انا بحب امسك كده. في منها على فضي. امسك كده لودا. في منها على فضي برده. بصوا السيده ده قمر. ده هو يا دوب الحرف بس. ده يتشال معاكي بقى لو عروسه بتجهزي يتشال وما تخافيش. بصي ما شاء الله السلطانيه وطبق الغويط والتفاصيل. وحاجه ان انا عايز اعرفها انا بشتري الصين القيم. مش عايز بقى امدح في الصين بتاعي. انا عايز اشتري الصين القيم عامه. ايوه الدنيا كل حاجه اشتري طقم صيني. فاين بون شاين. اعمل صوابع كده اشوف ايديا فيها. شايفين اهي صوابع اهي. بص يا جماعه تمام. لما اشوف صوابع كده اذا ده فاين بون شاين. يعني اجود انواع العظم الصيني. احط الطبق على النار اعمل عليه بيضاي اسخن عليه اي حاجه ما ياثرش معايا. لان ده يا جماعه بورسلين مش خزف. لو خزف وبعمل صابع كده مش هشوف صابع فيه. اذا احط فيه حاجه سخنه الاقي الطبق طرقع معايا او كسر معايا. لكن ده بورسلين وبيخش الميكروف. وفي كمان ماده اسمها ايه؟ بصوا بصوا بجد انا بعشق الطقم ده. تفاصيله حلوه قوي وما فيهوش رغي كتير. مميز بالنسبه لاي طقم صيني بيبقى موجود في السوق. الياس بتبقى اساسي. وبالنسبه كمان ده انا عايز اوريك حاجه. لا 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 تمام. طبعا الله اكبر. يعني يا جماعه سليم اهو. والنبي بتحدف حاجه ثانيه. اي طقم صيني بيبقى في السوق تمام بيبقى اليد بتاعه الفنجان بتبقى ساده. احنا بقى عاملين الطقم ده مميز. ليه بقى عملنا الحركه دي؟ لعل بقى فهمان. انت عارف الاسعار غاليه والكلام ده كله. ممكن تجيبي ده ما تجيبيش طقم افطار.
لان طقم الفطار بيجيبوا امالك مش بيبقى فيه شغل ذهبي. ولو جبت طقم السنين بيبقى يكون ساده، يعني اليد بتاعته ما تكونش مطعمه زي السلطانيه كده. البراد الديكور اللي احنا عاملينه ده يا جماعه عشان ما يخليكيش تجيبي طقم الشاي وتدفعي مبلغ ثاني برضه. يعني احنا سنتر يرش بيوفر لك، بيجيب لك اعلى الخامات بفضل الله واقل الاسعار، وبيعني بيوفر لك، بيقول لك بدل ما تجيبي كذا حاجه ساعات طقم حاجه بتمنع عن كذا رهيبة. حاجه. الطقم ليه زهوه رهيبه، الطقم ده انا بعشقه حلو قوي. حاجه طبعا مميزه تختلف عن اللي في السوق تماما. انت عارف الرسمه دي مش احنا يعتبر اللي صممناها، ده المتابعين هم بتوع حضرتك تمام. هم اللي جم قالوا احنا عايزين طبق صيني يكون عليه رسمه ساده كده ما شاء الله حلو قوي، فعملناها وان شاء الله انا عارف هتنجح بفضل الله وهيكون عليها طلب كبير جدا. هو سيمبل يا جماعه، الطقم ده لا خلاف عليه ما شاء الله، الله اكبر يعني. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يكفي سوقه يا رب. طقم عظمه الله اكبر. بقى زمان انت عايزه بقى لوريتك اشكال بقى. بصي حتى على الشجره ده برده سيمبل قوي ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بصوا الفنجان بقى مع الطبق بتاعه مربع زجزاج جامد جدا ما شاء الله. اليد مطعمه بالجلد بالجلد والبسبوس بتاع البراد واليد. بصي الشماغ بعد اذنك، شكل 2 3 4 5 6 بفضل الله. اي عروسه هتخترع رسمه هتبقى موجوده عندنا، زائد عندنا بفضل الله جايبين برده كذا شغل تاني. ده معرج مربع، في معرج مدور، وفي فلات صريح. أيوة. فلات صريح. وفي فلات اللي هو الايه الجديد اللي جايبينه ال 3 جي اللي هو العالي شويه، حاجه ليها كيرف كده. اربع محاويات بفضل الله، اربع ستايلات انتوا تشوفوهم باربع بالاشكال بتاعتهم. يعني 4 في 12 بكام؟ ب 48. هتشوفوا 48 شكل من الصين بفضل الله. استيراد سنتر القرش، عليه لوجو القرش يا جماعه للاطمئنان. ما شاء الله ما شاء الله، اشكال كتير جدا جبنة. هتيجي تختاري وتحتاري بجد من كتر ما الاشكال حلوه. بسم الله ما شاء الله، مقاسات كبيرة بسم الله ما شاء الله. نديك الرومي بقى والفراخ والحاجات العالية دي. بصوا بقى شايفين التفاصيل حلوة قوي. بس النقشة برضو بسم الله ما شاء الله. طقم صيني محترم، انت بتجيبي طقم صيني واحد ما بتجيبيش أكتر من واحد، فهتجيب حلوة على طول. مش هنضيع وقتنا بقى إيه، نخش على الصين الجديد بقى اللي إحنا نزلناه ده. شايفة بقى يا جماعة بقى حضرتك بدل ما تجيبي طقم عشا برضو، الفكرة دي إحنا بفضل الله مصممين فيها لحد ما ننهيها. إيه هي؟ بدل ما أجيب كذا طقم ممكن أجيب طقم أو اتنين محترمين هم اللي إيه الخلاصة عندي اللي زي نور النيش، وأبقى مقتنع إن أنا جايب حاجة قيمة. ده طقم صيني برضو عاملينه كهيئة فطار وطقم صيني في واحد، يعني اتنين في واحد مع بعض. شايفة؟ حضرتك ده رخامي. شايفة الطبق عامل إزاي؟ يعني منه طقم عشا. الطبق المسطح عامل إزاي؟ ليه رسمة؟ حضرتك أنا عندي طقم عشا 45 قطعة شايفة؟ بيعمل 4500 جنيه طقم عشا. طقم عشا ب 4500 جنيه موجود على الريون، وهوريك حضرتك الاشكال. ده بقى طقم صيني كامل كامل 62 قطعه بيعمل 5250 كامل. 5250 ده فتحي محمود. فتحي محمود ده غني عن التعريف. ده لف ليفول بتاع التصدير اللي هو الاوف وايت، واخد ماده اللي هي المقاوم للصدمات. يعني بيتحمل الصدمات الحقيقي قبل ما يغلى الحاجات، اول ما بتنزل سعر حلو بعد كده بيغلى. شيماء تمام، وده على اللي غلو الاسعار من سنتر اير. شايفين بقى الديزاين؟ يعني مش اي حد بيه. شايف التصميم؟ شايف الشغل؟ شايف حضرتك المط؟ يعني صيني مط. شايف الصيني عامل ازاي؟ مط مع البوله مع تحس اللي ايه فهماني حاجه. شايف البراد عامل ازاي؟ هو البراد ليه قاعده؟ لا حضرتك دي بولت شوربه حاطينها رافعين بيها. مش بيضحك على المتابعين. لا البراد اهو كبير بقى. في حركات. لا البراد كبير اهو، حاجه زي الفل ما شاء الله حلو قوي. عايز اقول لكم جميل الاطباق اللي ورا دي تبعه ده المتابعين قناه حضرتك ب 5000 جنيه. الاطباق اللي ورا دي تبعه يا احمد؟ نعم. ميكس ده واخده لون تاني، يعني هنا على صفيح، هنا داخل على ازرقات وبيج معايا. صدقيني الطبق اللي بص فيه كده يسرح فيه. لا بجد حلو في الخيال. شايفه طبعا عامل ازاي؟ حلو جدا ما شاء الله. والحاجات شايفه اهو دول بفضل الله. ماتشنج الوان مش لون واحد، 10 اشكال. انا مقتنع ان شاء الله بعد الفيديو ده كذا حد هيكلمني، حتى تجار الجمله برضه هيكلمونا. شايفه؟ ده اطقم صيني. الحاجات دي اطقم صيني. لا يا جماعه ده بدل 7200 طقم صيني، بدل 7200 بيعمل 5200 يا جماعه. 7200 يعني انا موفر لكم 2000 جنيه طقم الصيني. شايفين؟ ما شاء الله. بصوا شايفه؟ حلو قوي. بصي حضرتك شايفه؟ بصوا يا جماعه التفاصيل. بصوا البوله كل حاجه، يعني كل شكل مختلف عن التاني بالديزاين بتاعه. بصي حضرتك اللي طبق عامل ازاي؟ ده تجيبيه بدل ما تجيبي طقم عشا. الشكل ده بسم الله ما شاء الله، الشكل ده روعه. بصوا الميز ده، يعني هات لي خليك معتزه كده واخد ماتشنج ما بين الاطباق اللي احنا عايزين برضو نقوله يا جماعه المتابعين. ده سيرفيس للطبق الرز والطبق الجاتو، ده الغرف جاي ميكس كده ميشنج مع بعض. حلو قوي، طقم مشكل شياكه يعني ما شاء الله. اللي عايزين برضو نقوله ان ده مش موجود عند اي حد. انا عندي طقم مش موجود عند اي حد اساسا، بتاعته بتصدر لبره. بس الحاجه اللي جايه منه كميه. شايف الطقم ده كده؟ طقم عشا 45 قطعه بيعمل 4600 جنيه. 4600 45 قطعه ب 4600 جنيه تمام. هو تركي تمام، بس بيكون فيه نسبه من الخزف.
اكيد تركيا شايفه الطبق انت عامله ازاي حضرتك. ايوه انا مسكت الطبق اللي هو يعني ممكن على المدى البعيد تلاقي الطبق زي الشرخ منك كده. أيوة الكلام ده كله فاهماني. طقم 10 تمام. وفي النهايه طقم 10 طقم صيني كامل. كم قطعه؟ 162 قطعه. نص طقم 6 جاتوه 6 غرف 6 رز 6 شوربه 6 فناجين قهوه 6 اطباق بتاعتهم 6 شاي 6 اطباق بتاعتهم سكريه وسلطانيه وبرده. انا بتكلم على طقم 10 5 ما يكونش معاه برده ولا سلطانيه. فهمت. طقم صيني يعني فيه كل حاجه. تمام. لكن هو طبعا نص طقم صيني 62 قطعه. معلش برده مرحله عايزين برده نوصلها للمتابعين ان طقم الصيني ده مش موجود عند اي حد. ده بتاع التصدير ده يا جماعه فتحي محمود بتاع التصدير ده مش موجود منه في مصر. بس الحاج ما شاء الله جاب كميه كبيره مهوله للسنتر هنا للمتابعين. الاشكال دي مش موجوده اساسا بس احنا جايبينها هنا للمتابعين قناه حضرتك يعني. تمام. ما شاء الله الاشكال دي جميله جدا. وحاجات انت عايزه تجيبي بقى عايزه تجيبي طقمين عشان تعملي اتنشرات. انت قدامك الاشكال كتير جدا ما شاء الله. الطقم ده عايزه اقول لك ده خطير ده حلو قوي. ماشي برده تمام. نرجع بقى على الحاجه الجميله. ايه بقى الصين الجميل قوي ده؟ ده برده ده الفلات اللي هو الصريح. شايفين يا جماعه ده الفلات الايه الصريح. الاشكال كلها اللي تناسبكم برده موجوده. الصيني بشتريه قايم ازاي؟ اعمل صابع كده اهي. خد يا رودا كده تعالى كده ثانيه في النور. بص حضرتك صابع برده هبان يعني اهي. هي باينه لي انا عشان ده ايه. بس عشان ايه لسه عنينا بس كده. تمام. بورسلين وخامته جميله جدا. هي باينه لي انا يا جماعه على فكره ان شاء الله. وخامته جميله جدا وسعره في منتهى الجمال. هو ده سيلفر ولا كحلي؟ لا ده تحس اللي هو ولا رمادي غامق على تحس اللي هو داخل على ذهبي كده. حلو قوي. لون لون يحير يعني عشان يدخل مايكرويف. بيخش ده بيخش طريقه مميزه. الله اكبر. اي حاجه اوكسيديه بتخش المايكرويف. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه تفاصيله حتى فنجان الشاي والقهوه تحسوها زي المجات. مجات هي مجات اللي بيهوا الحاجات دي بقى. الشكل ده بيفرق معاهم قوي. حتى مختلف الديزاين بتاعها غير الفلات. ايوه الحاجات بتاعته مختلفه اهو. طيب دول ايه يا احمد؟ نعم ده ايه؟ وهات لي اللي في النص ده. انهي ده؟ ده دي موب بتاعت المسح. لا دي زبالات وطقم زبالات. ماشي. دول ثلاثة مع بعض ولا بالقطعة؟ ثلاثة مع بعض. ثلاثة مع بعض. طقم جت في منه بقى فضيات على اسود على موف على اشكاله جميلة جدا. توزعيهم في البيت بقى زي ما انت عايزة. سعره ممتاز جدا بيعمل 600 جنيه ده خامات تركي اللي هي البرل حاجة قوية. دي بقى الموب بتاعت المسح؟ طيب اشوفها دي بفتحتين ولا بفتحة واحدة؟ نعم فتحتين ولا اي بصوا ومعاه قطع الغيار. حلو ده تقيل ما شاء الله. بلاستيكه حلو قوي. ده تركي ها؟ ده كل ده تركي. معايا غيار للحاجات بتاعته. ليه فتحتين من فوق؟ عندنا المكان الناحيه الثانيه في بلاستيك. كل البلاستيكات عندي طبعا. جردل بيعمل 65 جنيه. جردل هلو النجمه بيعمل 450 جنيه. هات لي ده برده. ده التركي موجود. ده اللي بعجل بعجل وعصاره. وده برده ده خطير. ده ده بيعصر لوحده. انا حضرتك بصوا يا جماعه الفكره التفاصيل دي مهمه وبتنسيها هنا بتعصر لوحدها. وهنا فراغ طبعا بتاع الميه. هنا بتنضفيها هنا بتنضفيها تمام وبتمسح وتيجي في الاخر بتدوس عليها هنا بتعصر. تمام. بتعصرها لوحدها اوتوماتيك. حلو قوي. انا خلي عايزين اقول متابعين اكتر من كذا حاجه. انا مش ده الصفايه اللي هنا بتتكلم بالشرشوبه اللي هو المتعدد عليها ده كده كده عليه. واو حضرتك مع الخيارات بتاعته. دي اللي هي بقى اللي هو النصين عارفه تقريبا المسحوق. الله دي حلوه كده جايه في الجنب هنا. تضغطي عليها لوحدها. بملاها منين طيب؟ مش عارفه. يا بتتملي حضرتك بتتفك بتركب لوحدها بتضغطي كده بتملى الصابون بينزل هنا لوحده. ده حلو قوي. اوتوماتيك. ده عجبني. ده بكام ده؟ ده بيعمل 710. 710 ده حلو قوي. بتضغطي هنا بتلف. وبعجل يا جماعه لو انت جايباه لوالدتك او حتى ليكي هو يعني مش هيجهدك. حلو قوي. تمام. طبعا الصيني هنا بانواعه بقى. عند الصيني يعني عندي طقم صيني محترم جدا زي كده. تمام. بيعمل 4500 جنيه. 66 64 قطعه. 64 قطعه. في ده 62 قطعه. تمام. 62 قطعه برده ب 4500. في حاجه زي كده برده مطعمه بالذهب دي برده. دي بتاعه التصدير فتحي محمود. ده شغل الدندشه ده. ده حفر كده وحرف جولد. تمام. ما شاء الله. في حاجه زي كده خالص بقى. فلات ساده. ده قمر برده ده. شياكه ما شاء الله. اسعارنا كام يا احمد تقريبا؟ رينجنا حالك ده 6800 7200. حلو قوي. 7200 عشان دي الحاجات دي فاين بون شاين. عندي طقم كامل زي كده. ده طقم كامل 113 قطعه فتحي محمود. ده فتحي محمود. ده طبعا بورسلين يا جماعه اهي شايفين الصوت اهي. نعمل صوابعنا كده نشوف ايدينا اهي. تمام. شايفين بقى بيتهيألي دلوقتي عشان هنا في اضاءه باينه. تمام اهي. هو بسلم على المتابعين. كل الشكر والتحيه والترحاب لمتابعين قناه الزي شيماء الجوهري. تسلم. تمام. تعالوا بجد هنا يا جماعه والتقيله علينا والخفيفه عليكم. تسلم. وشوف احنا هنعمل ايه معاكم بفضل الله. اللي انتوا عايزينه كله موجود. ده 113 قطعه اتنشرات. بيعمل 7450. حلو قوي ما شاء الله. وعليه خصم 10% لمتابعين قناه حضرتك. لا انا مصممه على 10% دي. والله يا جماعه احنا هنراعيكم بما يرضي الله. بس تعالوا هنا. تسلم يا احمد.
وهتلاقي كل اللي انت عايزه. دي اشكال صيني تانية برضو مش كده؟ ده شكل ما شاء الله احنا عندنا اشكال جباره. ده شكل يعني. لا حضرتك في حاجه احنا بنفهم اول ما الزبون عندنا بيجي اول ما عروسه بتيجي عندنا اول ما بتفكر هي بتفكر في احنا بفضل الله بننفذ لها طلبها لان عارفين الزبون بيفكر في ايه الحاجه البسيطه الرقيقه الحاجه الزيطه اللي هاديه فكله بفضل الله. ما شاء الله حلو قوي. بصي ده الصيني اللي هو حضرتك الكوب. بص ده ايوه ده بيعمل 4950. جميل جدا ما شاء الله. بص ده برضو حضرتك اهو ده. بص كده ده بيعمل 6950. تمام 6950. معنى ايه تاني؟ في طقم الصيني الاسود ده بيعمل 4000 جنيه. ده 4 ده كم قطعه؟ وفي الطوابلات ده 62 قطعه. 62 والطوابلات والحاجات طبعا اللي هي الاحمر ده البنات الكيوت اللي بيهتموا بالالوان ب 450 750 جنيه اللي هو حياتك اللي هو الموف ده. ايوه ده بيعمل 810. تمام الابيض 1250 اللي ايده جنبه ده ده الاندلس. ايوه وفي حياتك ده اهو وفي اللي جنبه البجعه ده حلو قوي بيعمل 1250. مجات الشوربه في الشاله اللي هي البيضاء ودي بتستخدم طواجن برده في الفرن او شياله برده نفس النظام او تحطيها على سفره مقبلات لو جاي عندك ناس جايين يقعدوا كده زي حفله شاي او جايين بس على خفيف تحطي فيها كيكات تحطي فيها حاجات هتبقى حلوه قوي. بتعمل 860 جنيه. 860. في مجات الشوربه البورسلين دي استيرادنا اللي هي الغزاله دي صناعه مليزيه. اشكال مجات الشوربه بقى هنا كتير يعني احنا حاطين هنا جزء صغير لكن عايز اقول لكم في هنا وفي لسه حاجات متقفله. لسه في حاجات متقفله يعني في اهو وفي هنا اهو وفي هنا ده تشكيله كبيره جدا يعني بالزبط. بتيجي وفي لسه شغل انا جاي على غفله والله بتيجي الناحيه الثانيه بتشوف كل حاجه الطلب طلب كله موجود بفضل الله الميلامين كله. بس انا عايزين كده نعمل زي جوله كده سريعه ده الميلامين الالوان طقم الميلامين ده بيعمل 1350 جنيه الوان في منه ثلاث اشكال اهو ده 40 قطعه وفي الماليزي ده بيعمل 3500 3500 بصي اهو 3500 الكيب اللي احنا قلنا عليه المعرض بيعمل 3600 جنيه. تمام ما شاء الله. وحياتك يا الصيني بصي اللي انا عايز اوريه لحياتك يا زمر شيماء بصي بصي الصيني هنا معظمه كله استرادنا شايفه عليه لوجو القرش اهو يا جماعه انا جاي سنتر القرش بيبقى اشوف الحاجه عليها لوجو القرش للاطمئنان شايفين ميد ان ماليزيا يعني صناعه ماليزيه هاي كواليتي من اجود انواع البورسلين وتقول عليه فاين بون شاينا يعني اجود انواع العظم الصيني. تمام شايفه الصوابع اهي شايفه الصوابع يا جماعه اهي كل حاجه ايه واضحه طبق يتحط على النار ما شاء الله الميكرويف والفريزر. تمام ما شاء الله وطقم للصدمات هنا قطقم الشاي والجاتوه بقى قطقم الفطار طبعا بانواعها كلها. بصوا في فوق الطقم البصمه البينك ده قمر انا بعزه البينك ده بيعمل 1800 جنيه في الاسمر ده ب 1700. تمام ايوه والابيض القلب 1700. تمام 1550 البارز الورد البارز 1550 1300 جنيه الاسود ده الاسود 1300 والتفاحه والتفاحه ده بيعمل 2900 حلو قوي التفاحه و 1750 والاسود ده الورده 1750 تمام كحلي 1750 1750 يعني الاربعه دول 1750 تشكيله بقى زي انا عجبني الشكل الاسود ده في منه زهري في منه ابيض في منه في ريشه فاهماني فالاشكال كلها موجوده. تمام والصيني حضراتكم برضه اشكال صيني يا جماعه شايفين ده قلت لي ريك كله هنا استيراد المكان ده ريك صح؟ نعم حضرتك اللي فوق اللي فيه تاتش ده الراك اللي هو البورسلين الاماراتي ده جميل ده ده طقم 123 قطعه 2 كرتونه معاه 2 براد يعني لو عروسه ممكن تقسم الطقم هي واختها. تمام ده راك بورسلين ميد ان يونايتد ارب امارات الامارات الايه الامارات ده كرتونتين يعني ايه وبي؟ لا فين ده حضرتك؟ لا مش ايه وبي هو كرتونتين بس منسق يعني عندك ايه الشوربه فيه نوعين طبق الغرف فيه نوعين الرز مثلا في نوع انت فاهم انت يعني ممكن عروسه هي واختها تقسموا مع بعض 123 قطعه طقم وطبعا عاملين لحضراتكم عليه خصم ده بيعمل 10000 جنيه حلو قوي 10000 جنيه ده يا جماعه بيتباع ب 13000 و14000 عشان ده الراك اللي هو الايه الاماراتي. طيب والاركو بايركس بانواعه مش دي تشكيله الاركو بايركس اللي عندنا في كراتين جوه يا جماعه مش جماعه تيجوا بنوريكم اللي انتوا عايزينه احنا كده خدنا فكره عن الصيني عن قطقم الشاي والجاتوه عن الميلامين عايزه اديهم فكره برده عن الرفيع يا احمد ماشي والشوربه دي برده اهي شايفه طقم الشاي ده استوردنا برده عشان بقول لكم في لسه اشكال شوربه القطه ده قمر قوي الابيض حلو جدا بيعمل 1050 جنيه 1050 ما شاء الله 1050 شفت طقم الفطار ده بتاعنا برده لسه جايبينه عندي 12 شكل منه عندنا الوان ثانيه يا جماعه لو مش بتحب الاسود عندنا الوان عندنا البينك والابيض مشبح كده وفي منه في منه كذا لون بفضل الله يعني 10 اشكال اهو يا جماعه اي طقم شاي وجاتوه بيبقى 24 قطعه عشان نبقى متفقين مع بعض. طيب بالنسبه للرفيع بقى حدث بلا حرج احنا مفيش حاجه مش موجوده الله اكبر يعني معظم الحاجات استردنا في الرفيع حاجات بس ما شاء الله الوار بيبدا من جنيه الوار بجنيه مقشره ب 2 جنيه تمام حاجات كلها بسيطه يعني انسان اقول لحضرتكم اسعار قفل ثلاجه زي كده ده ب 9 جنيه مقص زي كده ب 32 طقم مشابك سيليكون الماس زي كده بيعمل 18 جنيه مقص بجلاب زي كده بيعمل 16 جنيه
فرشة تنظيف بوتاجاز كبيرة ب 18 جنيه، مكيال ب 12 جنيه. المكيال ده ضروري حلو قوي لو مكيال ب 12 جنيه. حلو في حضرتك جدا. حاجة زي كده ب 10 جنيه. في ده ب 10 جنيه. دي الكوباية المعيارية تمام. ب 10 جنيه. كوبشة زي كده بتعمل 14 جنيه. لزقة تلاجة زي كده بيعمل 14. أنا بس دي إيه؟ ده قاعدة سيليكون؟ ده للحرارة؟ ده حامل حلل اللي هي اللي دي شكلها جديد خالص حلوة. ده براند برضه حاجة محترمة جدا. بيعمل 65 جنيه حاجة محترمة جدا يعني. حلو قوي. سيليكون أصلي. كام قلت؟ بيعمل 65 جنيه. جميله قوي ما شاء الله. حضرتك المضرب النسكافيه بيعمل 20 جنيه، حبل الغسيل ب 12 جنيه. ده مضرب النسكافيه اللي بحجاره. تمام. بيعمل 20 جنيه. في السبونج بوب دي حضرتك بتعمل 12 جنيه. تمام. في اللي هو القمع الكريمه ده بيعمل 12 جنيه. في دي حضرتك ب 16 جنيه هراس. في المضرب يا جماعه ده. في المضرب ده بيعمل 13 جنيه. ده ما بيتفكش معايا كده، بتستعمليه استعمال 13 جنيه حاجه محترمه ابن لذينه يعني. حلو قوي ده. المشابك دي بتعمل 12 جنيه ان شاء الله. ثواني، مشابك ب 12 جنيه. ب 12 جنيه. مخرطه بتعمل 30 جنيه. مخرطه كلها استانلس. استانلس ب 30 جنيه. مسن سكاكين بيعمل 48 جنيه. ده اكس فورد. ومريالت المطبخ موجوده، وستارت البانيو برده موجوده. قطعه البطيخ ب 21 جنيه. مضربين نسكافيه بيعملوا 21 جنيه مع بعض بالحجاره. كمان احنا مش ساكتين، جايبين لهم منظم ميك اب، جايبين لهم البوله اهو. كل حاجه، البوله بتاعت الاندومي والازايز بتاعت الميه. ازاز الميه الازازه عندي ب 12 جنيه. الدرق الاكريليك الكريستال ده بيعمل 36 جنيه. المطبقيه الماكس بتعمل 85 جنيه. وقطعات ومباشر مختلفه، وعلب ثلاجه ستانلس، وعلب ثلاجه بلاستيك، وحتى اطقم التوابل جايبين منها بلاستيك. لو ست بيت عايزه تجيب كده حاجه على قدها بيعمل 40 جنيه. طقم ب 40 جنيه. حلو قوي. والطبق بتاع التسالي بلاستيك الورده الدوار برده موجود معانا. والمصفى الحوامل بتاعه الفويل المناديل والحاجات كلها، حامل مايكرويف موجود، حامل حلل موجود. حلو قوي. الحوامل كلها موجوده. دي المصفى بقى اللي هي بتفتح وتقفل على الحوض، وفي نفس الوقت بتتفتح وتتقفل من هنا كمان. يعني هي في كل الاحوال هي مصفى ذكيه. بصوا جامده جدا، محترمه جدا. افتحي من الجناب واقفلي. هي مش مجنحه معاكي انت وقت الاستعمال بس. وحتى هنا بنفتحها ونقفلها. جميله وما بتاخدش مكان. دي معانا بكام دلوقتي؟ المصافي دي ب 130. 130 ما شاء الله. ومكنه البيتي فور برده موجوده معانا اهي. بتعمل 160 جنيه. 160. وعندي مكنه بيتي فور بتعمل 100 جنيه برده. وفي مكنه بيتي فور بتعمل 100. 100 جنيه. ودي الازازه اللي معاها الكوبايه بتاعتها اهي. دي عايزه اقول لكم فظيعه فظيعه. دي جنب السرير كده. جميله قوي. محترمه جدا. دي ب 42 جنيه. ب 42 ده وقي جرانيت زي كده، عصير فلام برضو حاجة محترمة جدا. بيعمل 200 جنيه. هنا سيليكون. بيعمل 200 جنيه. 200 جنيه وكبيرة. بص حضرتك ده هنا ايه؟ بصي واخد برشام في قلب الجرانيت عشان هي كبيرة كمان فتبقى ماسكة نفسها. حلوة قوي. ب 200 جنيه. حلوة ما شاء الله. دول ايه؟ في دين الشبات موجودة. نشبات. وطقم التوزيع الخشب برضو موجود، والستار باكس بانواعه كلها. وحضرتك المصافي دي، والمجاوير اللي هي والمجاوير دي اهي المصافي. المصافي. وهنا العجان. والعجانات اللي هي الستانلس ثلاثة مع بعض. تمام. الطقم بيعمل طقم ثلاثة مع بعض ولا بالقطعة؟ لا ثلاثة مع بعض ب 257. عايزة قطعة برضه فري عادي من غير أي تمام. حاجة. تمام. يا جماعة. كل حاجة موجودة. وطقم التوزيع اللي قال عليه أحمد عاشور. أيوة بيعمل 120 جنيه. 120. والمصافي المصافي فيه نوعين ولا نوع واحد؟ لا يد نوع واحد ثلاثة. في يد ستانلس وفي يد حضرتك اللي هي السيليكون. تمام. الطقم منهم بكام؟ ب 258. 258. والعجانات ب 258 جنيه. حلو قوي يا أحمد الله يبارك لكم. القرمة دي اللي دي ب 10 جنيه. كام دي؟ ب 10 جنيه. عصاره برتقال ب 10 جنيه. عصاره موالح عموما ب 10 جنيه. قطعه ضد الكسر زي كده اهي، خامات فرنساوي حاجه محترمه جدا. دي عندي يعني انا وزعتها وهي سليمه برده ما جرالهاش حاجه. محترمه. في القطعات الخشب الزان برضو بتعمل 145. 145. طيب والقطعات دي خطيره يا جماعه. في قطعه زي كده طبعا دي خشب زان برضو حاجه محترمه في منها 55. كام يا احمد القطعات دي؟ دي محترمه جدا. في حضرتك اللي هي الصغيره، هم ثلاث مقاسات، الصغيره وفي الكبيره وفي الوسط. ما شاء الله. الصغيره بتعمل 70 جنيه، الوسط بتعمل 110، الكبيره بتعمل 145 جنيه. حلو قوي ده اسعارهم. ده اسعارهم حلوه اصلا. الوزاره والحاجات دي بياخدوها حاجه محترمه جدا. جميله قوي. عايز اقول لكم شياله زي كده ضد الكسر، شايفين الشياله عامله ازاي؟ دي اكريليك. بص حضرتك الشياله بتعمل 140 جنيه. حلوه قوي والوانها جميله. تصدقوا منها ست الوان وغويطه، يعني ممكن تحطي فيها فاكهه يعني. مش شرط بسكوتات بس. في حضرتك في دور واحد دورين. بتعمل 71 جنيه. تمام. في دورين وفي ثلاثه دور. في ثلاثه الواناتها كتيره جدا. وفي نشاط الخضار موجوده معانا. الهون موجود برده. وفي بالظبط مدارك سلك موجوده. صفايه بطاطس 55 جنيه. حضرتك السكينه البرازيلي برضو اللي هي الصغيره دي موجوده. السكينه الليزر يا جماعه دي لازم عنها. عايز اقول لكم حلوه قوي. في حضرتك المقوار عندي بجنيه، المقوار بجنيه، مبشره جوز الطيب ب 5 جنيه او فصين طوب كده وانت واقفه برضو حلوه. صفايه زي كده، صفايه زي كده بتعمل 12 جنيه. 12 عندنا جنيه. هنا الصينيه اللي هي التقديم دي. ايه دي؟ ده طقم معالي اكس فورد. حاجه محترمه قوي يعني. بصي
بصوا طقم معالق محترم. عايزه اتنشرات ماشي، عايزه ستات ماشي. ده كام الطقم؟ الطقم سته بكام من المعالق؟ ده طقم بيعمل 1050 الطقم على بعضه. طقم على بعضه لو عايزه نص طقم يعني معالق كبيره معالق صغيره شوكه كبيره شوكه صغيره ستات هيبقى ب 525. طب افتح لي واحده. ايوه حضرتك نور حضرتك واحده منها. انا عندي منه معالق الشاي، عايزه اقول لكم المعلقه محترمه تقيله وبتتغسل تلمع يعني بصي من غير ما تدعكي فيها ولا تعملي حاجه. حلوه قوي المعالق الكبيره بصي والله جميله حلوه قوي. استنلي ستيلو 18/10 بصوا حلو قوي. انا يعجبني بصراحه ده جدا. المعلقه هي معلقه كبيره معلقه صغيره شوكه كبيره شوكه صغيره. حلوه جدا ما شاء الله. حاجات موجودين تمام الله يبارك لك. القمع اللي هو حضرتك اللي هو الايه القمع اللي قالب الكيك. قالب الكيك ايوه تمام. ده بيعمل 75 جنيه عند البروش زي كده بيعمل 16 جنيه. ده البريوش وكريم كراميل معاكي 16 جنيه وفي الصغير بيعمل 7.5 9.5 11.5 لحد 17 جنيه. طيب في حضرتك ده طبق فاكهه اكريليك برده عندنا منه الوان بقى اكريليك زي كده منه الوان حلو قوي 15 جنيه تمام 15 جنيه وفي هراسه طوب. ايه ده سطور؟ بصي حضرتك كل حاجه موجوده عندنا سطور. بصي القطاعات برده بصي ميست السنتر إيه عندنا هنا اللي لو انا عايزه لو انا شايفه حاجه مثلا ب 1000 جنيه عندي مقابل ليها بيعمل مثلا 100 جنيه تمام. انا شايفه هنا معالق يعني انا هنا برده كنت شايفه. بص اهي اللي هو ايه حضرتك جميع المعالق معالق عندنا تشكيله بقى دي يعني معالق دي بتعمل 12 مع بعض 12 ب 25 جنيه ما ده قصدي يعني اجيب طقم كامل كله على بعضه مثلا ب 110 130 جنيه طقم كامل يعني انت لو مش عايزه تجيبي الطقم بالظبط كده ايوه فكله فيه ب 600 فيه ب 500 تمام. بالنسبه للقطاعات عندي قطاعه زي كده بتعمل 41 جنيه دي مهمه برده عندي قطاعه زي كده بتعمل 45 جنيه تمام. عندي قطاعه برده ايه يعني في المتانه اقوى شويه تمام بتعمل 60 جنيه 60 تمام لحد قلنا كامل خشب الزان قلنا بكام ب 70 جنيه اللي هي بتبدا ب 70 ب 70 ايوه الخشب الزان ب 70 فاللي انا عايز اعرفه للمتابعين ان انا عندي من كذا لكذا كل الاسعار كلها موجوده عندي بمسك الحاجه بصنفها كله وصفيت ايكيا اللي هو الدبل موجوده معانا والهون الالومنيا يا جماعه موجود معانا الستانلس موجود والالومنيا موجود طقم الثلاجه فرشه التنظيف سوري فرشه التنظيف بتعمل 7 جنيه دي بتجيب اي حاجه انت مش عارفه القشاره عندي هنا ب 2 جنيه اهو يا جماعه شايفين القشاره بعيد عن ال 2 جنيه القشاره دي لا غنى عنها سحريه في البيت اللي حضرتك بصي حتى القعده بتاعت المؤخذه ايه لو انا عندي حاجه ملهاش قعده مثلا اركب لها قعده بيتباع الطقم ده بيعمل 18 جنيه 18 جنيه بيتباع مع بعض بتحتاجي اي حاجه مع بعض اربعه مع بعض طيب معاكي كمان السواتير يا احمد السواتير السواتير مش عايزين ناخد المتابعين استاذ شيماء بصي حضرتك السطور عامل ازاي حاجه محترمه قوي بيخض والله العظيم والسكاكين كلها مش عايزين ناخد المتابعين برضو عندي كميه مش. سكاكين رهيبه جدا مش من مش اول السكينه الصغيره لحد وانت طالعه بقى في كل السكاكين حاجات مش استعمال ست بيت بقى يعني ده لو انتم متعودين تذبحوا وتعملوا وبتعملي حاجتك في البيت الحاجات دي ممكن تجيبيها حضرتك في مضرب زي كده مضرب اللي هو المتحرك ده ايوه السوسته بيعمل 18 جنيه شماعه لف زي كده ب 12 جنيه مقص زي كده ب 21 جنيه الشياطه بتعمل 18 جنيه 5 جنيه كوستر اللي هو السيليكون ب 12 جنيه حضرتك الفرشه والاسباتيولا ايوه في حاجات كلها يا جماعه بجد يعني حاجه زي كده عصاره برتقال بدل ما ب 155 جنيه حضراتكم بتعمل 85 جنيه عندي 85 التقيله نظيفه جدا تمام بص حضرتك عامله ازاي تقيله محمله ما شاء الله 85 جنيه حتى حلوه برده عندي حته طيب. عصاره الليمون ب 25 جنيه احمد عندنا حاجات تانية فوق بقى عندنا شوايه الفراخ اللي هي بتتحط على المتجاز دي شوايه الفراخ ودي بتعمل 175 جنيه في مكنه لقمه القاضي مكنه لقمه القاضي او تحطي بيها كيك لقمه القاضي تحطي بيها كيك تحطي بيها كريب استعملتها كتير معاكي هي مش واقفه على بند واحد ما تجيبيش الحاجه لحاجه واحده استعمليها اكتر من حاجه القطعه دي 3 سلاح ولا 4 سلاح الخضروات. لا دي 3 4 سلاح 4 سلاح 4 سلاح وعند السلاح سوري بيتباع لوحده فردان اللي عايز 4 سلاح بيتباعوا لوحدهم لوحده طقم كده في علبه كده دي جميله تنفع معاكي في الرحلات وب 135 جنيه 135 القطعه اللي هي التيفي دي حضرتك اللي هي 6 في 1 قطعه البطاطس تمام بتعمل 145 جنيه في القلب الكيك اللي هو المشكل قلب مشكل اللي هو الكيكه المدوره اللي بيتفتح ده بنعمل فيه الكيك القوالب اللي بتتفصل من الجنب تمام بيعمل 160 جنيه 160 علب الثلاجه الاستانلس علب الثلاجه الاستانلس ده بيعمل 155 جنيه عشان ده استانلس بص حضرتك كوتن ديبول يعني سخن وبارد وحاجه محترمه جدا الاستانلس بتاعه نقي وحلو يعني تمام حلوه سيليكون كده وحركات حاجه محترمه حلوه 155 155 والله حلوه قوي عندي طقم ولات البلاستيك موجوده كتير قوي دواسات بقى بتعمل 18 16 جنيه الدواسه موجوده برده المنخل موجود ب 95 جنيه تمام طقم توزيع زي كده استانلسين سيليكون شايفه حضرتك اهو بيعمل 180 جنيه بدل 400 جنيه حلو قوي 180 جنيه
ما شاء الله. الاسعار كلها فضل الله بتناسب الجميع داخل السنتر. أخذنا هنا اخدنا جزء كبير في الرفايع، بس عايز اقول لكم انت انسي ان انت تلاقي حاجه عايزاها في رفايع وما تلاقيهاش، هتيجي تلاقيها. اللي فاتحه مشروع برضو عايزه تفتح مشروع تيجي تشوف موضوع الرفايع ده، عايز حاجات ب 2000 ب 3 ب 1000 جنيه ب 800 جنيه ب 500 جنيه تبيعهم، اشتغلوا معاها ماشي، ما اشتغلوش عايز ترجعهم تبدلهم تاخد فلوسهم. تمام. كل حاجه يقال فري هنا في المكان. تعالى بقى يا احمد اديني كده قول لي دول ايه، اديني فكره عنهم. بس بقى الشاي هي حضرتك الناحيه الثانيه هنوريها لك، وطقم الكنك طيب. موجوده وحلل الضغط كلها ما هنيجي، انا كنت عايز اخد واحده واحده. تعالى من هناك ونيجي على هنا. طقم التوابل وتوزيع السيليكون، طقم التوابل، طقم المجار بيعمل 260 جنيه، الرشاقه دي يا جماعه بتعمل 590 جنيه، طقم توزيع السيليكون شايف الاشكال عامله ازاي، في الصب وفي القطعتين وقطعه واحده كله موجود. تمام. طرامس الشاي حضرتك هنا اهي، طرامس الشاي بانواعها كلها. تمام. عندي ترمس شاي زكاه ب 410 410 410 تمام، 225 جنيه 225 جنيه 300 ده 280 جنيه 280 590 جنيه. تمام. 590 وطقم الكاسات برضو الكريستال وطقم العشاء كل البوهيمي الاصلي والسامي. عايزه اقول لكم عندنا كل الشغل موجود معانا النهارده، وطقم العشاء بقى اشكال من بصوا العليم جم هناك ده والنبي قمر حلو جدا، ده طقم اللي جنبه قلوب ده جامد جدا، ده طقم 30 قطعه بورسلين بروسيسور بيتحط على النار ويخش الميكروف والفريزر وغساله الاطباق وكل حاجه وبيتحط على النار كمان. ده بيعمل 3050 3050 ما شاء الله، ده 30 قطعه. وفي اللي هو ال 45 قطعه ده بيعمل 4500 جنيه. تمام. وفي حضرتك اللي هو ال 38 قطعه بيعمل 3450 حلو قوي 3450 وحضرتك بفضل الله المكان يعني كل حاجه فيه الصرامس بانواع وطقم التوابل. عندي طقم التوابل الزكاه بيعمل 600 جنيه 775 جنيه 775 ما شاء الله 650 في التاج ده ب 650 جنيه ما شاء الله. تمام. اللي حلل الضغط عندي طقم ستانلس زي كده، دي لوحدها ولا لا؟ ده حضرتك ده طقم ستانلس كامل على بعضه طيبه. ستانلس انا بعشق شغل طيبه بصراحه، طيبه حاجه محترمه جدا، الشغل بتاعها نقي الستانلس حلو جدا ما شاء الله. دول كده اربع حلل ولا ثلاثه؟ لا بص حياتك حل ده اربع حلل اهو، اربع حله يبقى اربع حله، ومعاه طقم كنك ومعاه حضرتك اللي هي صينيه فرن في قلبها تيفال من جوه صناعه تركيه. ايه ده اللي نازله جديده؟ من تركيا. ايوه ده تقيله جدا، بصوا يا جماعه ده تقيله بره ستانلس وجوه تيفال، ده الحاجات اللي نازله جديده مش هتلاقيها في حاجه ثانيه. دي قمر ستانلس 18/10 ميت ان تركي عليه علامه الشيف، ده طيبه برضه. لا طيبه ما براجعش عليه، انا بحب طيبه بصراحه. خدي وانت مغمضه ان شاء الله. في الفيديو القادم هجيب لحضراتكم برضه، عشان شفت في تعليق عند حضرتك قالوا عايزين منتجات طيبه كلها، فهجيب لحضرتك كل المنتجات طيبه كلها اعملها في ركن كده معين، وتبقى كل حاجه مسعره بسعرها. ده طقم كامل بيعمل 6000 جنيه حلو قوي، ده في حاله الضغط ومعاك الكنك ومعاك الصينيه اللي جوه تيفال وبره ستانلس. ايوه بصي دي قمر قوي، ومعاكي كمان حله عزايم حله 32 ما شاء الله محترمه وتقيله، ده حلو قوي. ايوه ما شاء الله. في عندنا برده الكركماز يا جماعه برده اهو، ده الكركماز الالفا ستانلس الكركماز ده ال 1000 جرام موجود معانا في ال 11 وفي ال 14 عباره عن اربعه حله ومقلايه ولبانه وستوس اللي هو القصير والكازارولا اهو. ده ايه القرشه ده؟ نعم دي شنط معالق قرشه، شنط معالق دي بتباع ورايحه الناس في غفر الشيخ، التوصيل بالمجان يا جماعه. تمام. ده طقم زي كده ب 135 جنيه حلو قوي، ده البلانك ماكس عندي منه حوالي 22 شكل. ده البلانك ماكس الاصلي يا جماعه مش التقليد. أيوة. مش اللي بتلاقيهم ماشيين في الشارع تحت يقول بلانك ماكس، لا هي الكوبايه ما شاء الله رخيصه بتعمل 30 جنيه و35 جنيه واللوجو بتاعها وكل حاجه اهو موجود، حتى على كوبايه تحت مكتوب بلانك ماكس. تمام. ده اشكال طبعا مش عارف الاشكال دي، ده في عندي اشكال جميله جدا، لا في انا شفت قبل كده اشكال كتيره جدا من بلانك ماكس. تمام بسم الله ما شاء الله. كوبايه اللورد فاشن وكوبايه الشاي برده موجوده. تمام. احجام كتيره جدا ب 135 جنيه ما شاء الله. حته قطقم الكنك برده موجوده والبرادات موجوده، الحاجات الفردانيات كلها الكنك. ايوه الكنك البايركس، الغلايه البايركس موجوده، اللبانات الجرانيت، البونبونيرات، الفازات، الغلايات، قطقم القهوه، قطقم المقلايات، الترامس، كل حاجه بانواع، كل حاجه حلو قوي كله موجود بفضل بسم الله ما شاء الله. دايما يا رب كده، يا ربنا يحسن سوقهم يا رب. وعايزين مشكورا بقى الحاجه هيقول كلمتين للمتابعين، لازم نسلم عليهم مكسوفه والله يطمئنهم. لا يطمئنهم يطمئنهم في كذا حاجه والله بصراحه. في ناس متصله دلوقتي حالا، هو ده اللي مخليني قاعد مكتئب متضايق شويه. ليه كده؟ ضغط الشغل شويه، في ناس عايزه ربنا يرزقك ويوسع عليكم يا رب. كهربائيه لا احنا هنعمل فيديو للاجهزه يا جماعه، عشان ما شاء الله هم جايبين شويه تشكيله محترمه. لا مش عارف كذا حاجه، انا هم دول وعايز امشي اروح. بسم الله ما شاء الله. هم دول بصراحه اللي لا خليك مع ناسنا شويه يعني، خليك شويه معانا. الله يبقى. انا والله طمن المتابعين بقى، قول والله مش عارف عرضنا طمن الناس على عروض. الدنيا زي ما هي، مفيش حاجه مثلا، مفيش تغييرات برضو. زي ما احنا بنقول الدولار بيطلع ينزل، احنا زي ما احنا على الاقل، لان الشغل استيرادنا زي ما
اخويا احمد طبعا قال كل حاجه. طبعا احنا بنتكلم في البلانك ماكس، انا سامعه بقول بقول 100 وكام، 135 زي ما هو والله، من ساعه من يعني من ساعه ما جبناه زي ما هو، من حوالي اكتر 130 بس حاجه 3 4 130 قايلين ب 130 الفتره اللي فاتت، 130 اشهر كان نفس ال 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 والله فعلا ما الله يبارك لك يا حاج هشام. الصيني ممكن يكون فيها سنه بسيطه، حاجه بسيطه شويه وتنزل تاني يعني بصراحه، عشان ابقى هتنزل مش هتطلع. اه لا لا الله يريح قلبك، مفيش حاجه بجد بتطلع غير الاجهزه، الاجهزه الاجهزه دي ما مش عارفين نتحكم فيها لانها هي شركات، صح شركات، شركه توشيبا بتبعت لنا، شركه فريش، الشركات دي كلها. وشايفه شرب كمان جوه، شايفه ثلاجه شرب، ايوه ما شاء الله عندنا براندات حلوه. انت شفتي زبونه جوه واخده كام؟ الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، ربنا يحسن سوقهم يا رب ويبارك لكم في رزقكم. توشيبا 4 دولار بسم الله ما شاء الله، عايزه ادي رقم الموبايل بتاعها خارج الفريزه، بوتاجاز مش عارف ايه 60 90 من اير، ربنا يحسن كل دي اوردرات، بتكلم جد والله مش بقول لمجرد اللي هو الشو او احنا بنصور، والله فعلا انا بجد عايز اروح الساعه 8 9 دلوقتي، وكل دول عايز اخلصهم ان انا بعتهم اوردرات. اه عايز تخلص الشغل ده، الله يبارك لك ويبارك لكم في رزقكم. عندنا التوصيل عندنا مش بقى. انا مش عايز اقول والله بجد، انا لما بقول كلام واجي اكرره تاني بحس ان انا ايه يعني يعني بزن على حاجه انا عايز اقنع حد بيها خالص، والله ابدا. العربياتنا موجوده تحت الحمد لله بره في الشارع، توصيل مجانا، اللي جاي بيكلمنا بالتليفون احنا بنبعت له مندوب يجيبه، ما يسالش علينا يا جماعه، محدش يسال على ما تمشيش مع حد، في ناس بتودي الناس بالظبط وسط البلد والحتت دي كلها والدنيا كلها، اللي كلمنا بالتليفون عرفهم اللي موجود على الشاشه عليه. دلوقتي طبعا احنا بنتكلم على الشبكه في السنتر هنا، في جهاز مقاول الشبكه جايبينه والله مخصوص وصول السلفر جايبينه فعلا من المنصوره، مش هنعمله أيوه. طبعا شغل ناس محترمه جدا الناس اللي جت ركبت الجهاز ده، ومش عايز والله اكتر برضو في الكلام، بس طب بقوله زي يعني خير الكلام ما قل ودل، توصيل مجانا، اللي أيوه. جاي كلمنا بالتليفون احنا بنبعت له مندوب برقم التليفون، مش يقول له انت جاي القرش، اقول له طب تعالى يوديه، اكيد بيوديه اماكن ثانيه. تمام. والزبائن لما بتيجي بقى طالعه على السلم كده بتقوم ايه، في سله هنا بتقوم حاطه شويه كروتا اللي هم الناس مديها لهم كده، هو ماشي يعني معاهم. ايوه ايوه انا شفته قدام عينيا النهارده بالفعل، بتترمي في السله واخد بالك انت؟ اه والله هو طالع، ما هو قاعد بيديله كارت، مش هو مش هو اللي هو عايزه. ايوه اسف يعني انا مش جاي لك اصلا، محدش قادر يكلم حد، متاسف على الكلمه اللي انا قلتها دي. لا يعني يعني هيزعل الشخص ذات نفسه ان هو قاعد بيمديله ايده كده بيديله كارت، فلازم يقبل، لازم طبعا بجد والله بيطلع بيرمي هنا بامانه يعني. ده رقم واحد. رقم اتنين، اسعارنا زي ما هي، ما فيش اي تغييرات، السنتر كل شويه الحمد لله في ازدياد زي ما بنتكلم، اجهزه كهربائيه، ادوات منزليه، مفروشات، بلاستيكات، ازاز، رفايع، رفايع من اول جنيه، احمد عنده من اول كل حاجه تخص جهاز العروسه يعتبر من اول جنيه. بس انا يعني ايه ابو جنيه، انا لقيتها ب 2 جنيه، محشره ب 2 جنيه، محشره ب 2 جنيه، انا المقوار ب 2 جنيه، لا بجنيه، بجنيه. طيب ماشي، 2 جنيه فعلا. كلامه فعلا مظبوط، والرفايع موجوده، ومن الصين للملامين اللي هو الجديد الخشابي للصين، اللي هو اللي احمد لسه منزل الصين ده دلوقتي بجد، ولسه عرضه قال اول مره عرضه على قناه الاستاذه شيماء الجواري. تسلم تسلم، الله يبارك لك. ففعلا هو كان بيجهز الكلام دوت من نص ساعه بامانه قبل ما تيجي. تسلمي، وبرده مصدقين كلامنا، في عندنا بص اهو طالع اللي كفر الشيخ واللي طالع مع منه كميه برده، جرانيت الدوربينه يا حاج جايبين منه برده كميه، وريه كده لوك كده فرجني عليه عشان ما اعرفش. ماشي وري كده الدوربينه ده كده 23 قطعه في كل حاجه يعني ما شاء الله، مع الصينيه الصغيره كل حاجه فيه طبعا من جوه. تمام تمام، بصوا طاسه التراب تمام، ميد ان تركيا اهي يا جماعه شايفين، ستا والبريوش دول بتاعه ماركه جميله جدا ضمن البراندات، وجرانيت، واليد بتاعته بنفس لون الاكسسوارز عموما، مهتمين هي تبقى بلون القطعه. الوانات موجوده، اللون ده اللون ده ايه؟ انا مش عارف، كشمير او او لافندر شويه، لافندر او كشمير. ده تكوينه قلنا 23 قطعه، ده في 128 قطعه، 22 قطعه تمام، حلو قوي. سوري انا اسف، 23 23 مكتوب على الكرتونه. تمام، تعال لي بقى للكبه دي عشان دي عامله طقم الدوربينه ده. تمام، ده بيعمل 9350 9350 6 حاجه محترمه جدا. تمام، دي كبه تركي يا جماعه،
قبل ما تركبها خلينا نشوف الترست هنا اهو يا جماعه معدن وهنا كمان اربع سلاح بصوا هنا اهو معدن خلاص اتعلمنا بقى الحاجات البلاستيك دلوقتي بقى يعملوا لنا حاجات ايه بقى يحترموا عقولنا عشان احنا الحاجات دي بنستعملها يوميا مش مره وخلاص فبصوا بص هنا الترس عندك استعملي وانسي ايوه ده اللي انا بقوله وهنا السلاح بتاع السكينه هنا صلب اه معدن تمام وحاجه محترمه كانت الاول بتتعمل بلاستيك يا احمد والناس كانت بتشتكي دلوقتي بقى يحترموا الزبون بتاعهم ويعملوها كان اسمها كويك اه كان كله والله في البراندات كان كده بس دلوقتي وغيروا كله بقى غيروا وخلاها كده عشان تعيش معاك ميدن تركي اه ميدن تركي ميدن تركي بالظبط والوات وكل حاجه بتاعتها حلوه قوي وسعرها جميل جدا يا استاذه شيماء ده ليها يد تشيل من هنا ايوه زرار هنا بصي سرعتين سرعه اولى سرعه اولى اه وسرعه متقطعه كده اه وزرار بتمسكيها منه من فوق كده تمام ما شاء الله وليها قاعده سلكون بتاعتها 650 جنيه 650 ما شاء الله تمام ايه تاني يا احمد معانا والله كله جديد عندي طقم ستانلس زي كده برده وحضرتك برده لسه جايبين منه كميه كبيره جدا ده هوم لايف ده اه هوم لايف ده بيد الستانلستين يد ستانلس وحاجه محترمه اه يد ستانلس وجولد حلو جدا بيعمل 3750 3750 عندنا ثواني كمان ثواني بسبوسه ثواني جرانيت حلل الضغط حلل المكرونه واحنا مش الضغط بقى حلل المكرونه ايوه ما انساش اهي يا جماعه حلة موجوده المكرونه عندي منها نوعين في حله بخار استانلس زي ما في حله بخار المونيوم أمين. في حله بخار استانلستين هوريها برده للمتابعين لان برده حد كتير ما كلمنا عليها قال عايزين نشوفها الأماكن الجرانيت الصواني الجرانيت اللي تحت دول كلهم ايه؟ اللي هو فين حضرتك؟ المرصوصين تحت دول لا ده طقم حلة ستانلس مغنيسيوم عليه شغل لا اللي ورا الحلل اللي ستانلس اه دي ده طقم حلة ستانلس نعم اللي وراهم دول كلهم بساكت اه دي بساكت اه تمام اه عندنا كلها بصوا يا جماعة تشكيلة في البساكت دي بتاعت المكرونة دي جميلة دي حلة المكرونة اه سعرها برضو جميل جدا دي كان سعرها اوفر برضو نزلنا في سعرها اه جبنا منها كمية بصي حضرتك الحلة دي دي كده مكرونه هتستعمليها حاجه لوحدها وهتستعمليها حاله بخار احمد مستعجل بصوا بالراحه يا احمد احنا مش مستعجلين تمام بصي اربعه وسيلة بسم الله ما شاء الله يقدر سوتيه لحمه اي بالزبط. حاجه برده حاجه محترمه جدا استخدميها بره حله ابلسيه برده برده شغال مخروطه اي حاجه دي اللي هي البخار بقى يا احمد مقاس كبير دي 32 الامونيا في استانلس تمام دي اللي استانلسين شايفين ولاد بتاعتها هنا بقلايه اهي ما شاء الله اسمه ايه ايه اسمه ايه اسلام اسلام منور يا اسلام بصوا بقى الحله يا جماعه حله كبيره ما شاء الله حله عزايم ومعاها المصفه بتاعتها حاجه محترمه ما شاء الله تمام منها المونيا برده جميع المقاسات في 30 وفي 32 وفي 28 ما شاء الله اه تمام آه دي بكام يا احمد حضرتك في اللي هي الاولانيه احنا ورينا لحضرتك اللي هي المكرونه خد بالك من الكوبايه اللي ورا بتعمل 1750 1750 ما شاء الله الله اكبر جميل تمام وفي حضرتك دي بتعمل 1475 تمام 1475 مقاس 32 دي بقلايه يعني النار عالية عليه ما يسخنش ما يأثرش بالحرارة تمام ما شاء الله هنا بقى الشغل كله بتاع الجلاس كوبر والحاجات الكريستالات دي طبق فاكهة برضو يا جماعة في اللي يعني مش بنسمع عليه كريستال يعني حاجات اوفر لا حاجات بسيطة جدا طبق فاكهة زي كده ب 510 495 510 بموديلة زي كده ب 550 جنيه تمام شيالة بتعمل 700 جنيه فهماني طبق فاكهة بيعمل 450 جنيه كريستال ايطالي حلو قوي فهماني في بقى الصيني منه ده بيعمل 390 جنيه تمام فالاسعار كلها بسيطة جدا وفي الشمعدانات برضو طقم شمعدان البورد اللي معانا دي مباخر ولا بومبونيرات دي حقيقة في مبخرة زي كده فرداني دي المبخرة دي بتعمل دي مبخرة بتعمل 100 جنيه وفي فواحات زي كده بتعمل 35 جنيه دي صغننه قوي كده ب 100 بس عايزه اقول لك كلها قمر في حاجه ب 35 جنيه زي كده فواحه 35 جنيه تمام والزيات موجوده بص الريحه بتاعتها موجوده ما شاء الله في حضرتك دي اللي هي الايه زي بونبونيرات برده زي بونبونيرات او تسالي مثلا فهماني دي البونبونيره الصغيره دي بتعمل 310 حلوة قوي ودي بتعمل 400 جنيه دي معدن كلها معدن اللي هو المعدن الذهبي ده بصي اهي ب 410 شايفه المقاسين ده المقاس ده ومقاس اكبر اصغر ايوه تمام في حضرتك اللي هي الايه الشياله دي اتنين عين بتعمل 310 بومبون برده كده حلو قوي 310 تشكيل كبير يا جماعه وكل ما تيجي على فكره هتلاقي تشكيل جديد معانا كمان الصواني دي اللي هي الحرف جولد ومن جوه ازاز ايوه ب 475 جنيه 475 منها اشكال برده ممتازه منها اشكال ممتازه من دي برده تمام ودي كبيره دي ستانلس كبيره 12 ب 350 جنيه حلوة. للتقديم برده شاي فطار ستانلس 18 10 كركماس تركي ب 350 جنيه حله ضغط جامبو دي حله ضغط 12 لتر ده هتحل الضغط اللي عندك هنا احنا عندنا مقاسات اصغر عندي 8 عندي 9 عندي 10 عندي 12 دي ماتك مش مانوال دي ماتك ماتك على الخضار كده بتلاقي تديك صوت صفاره من هنا بص عليك بنفتحها كده وبنفتح كده لا دوسي على دي كده دوسي على دي ايوه دوسي كده دي بتقفل دي بتفتح يبقى
نرفعها كده ونحط الخضار اللي احنا عايزين نحطه ونروح ايه بندوس كده بتقفل تمام. بظبطها بقى بجيب التايمر ده كده على مثلا هنا على الميت يعني اللحمه على اللحمه اهي كده مثلا اللحمه او الفراخ او السمك كده يعني زي ما احنا عايزين. طب البخار بيطلع منين النقطه ده بتاع البخار؟ لا هنا البخار هنا لما قبل ما افتحها قبل ما بيديك صوت صفاره بقى صفاره طيب. هو ده البخار بيطلع من هنا بلفها هنا ده البخار ده حضرتك الصفاره او دي الصفاره بص بلفها هنا اهي كده البخار يطلع قبل ما افتحها أيوة ما ينفعش افتحها على طول. لا مش هتفتح معاك الا لما البخار بيخرج منها فاحنا هنا بتلفيها عند الجزء بتاع البخار ده بتيجي تفتحي كده بتلاقيها ناشفه كده فاهماني بالظبط اول ما البخار بيطلع بتدوسي بتروحي هي فاتحه لوحديها على طول. مهم قوي تعرفي دي ما تتهوريش علشان حاله الضغط دي بتعملها مهم حتى لو مش هتاخد بالها منها برضو هي فاهماني يعني بتكون مش هتفتح الا لما الايه بس تبقي برضو متاكده ان انت قافلها كويس. دي كام؟ دي 12 امال دي ايه؟ ما دي ال 12 دي 12 لتر اوتوماتيك لكن دي ماتك لكن دي اوتوماتيك دي 12 اللي هي الجالاكسي هوم لايف افتح كده دي ماركه ودي ماركه دي ماركه حاجه محترمه جدا يعني حاجه محترمه جدا حطي الودة كده هنا ارفع غطاها ارفع بص حضرتك كده كده ما تفتحش معايا لا لا هي عافيه فاهماني طبعا الوش ده كده ده يعني حياتك ما بيعملش سخونيه خالص بيتحمل الحراره ده عزل الحراره واليد هنا عزل الحراره تمام انا هنا برضو البخار يا جماعه بتخرجيه من هنا عشان انا دايما بركز على الحته دي عندي بتدي صوت صفاره وطبعا ايه باجي افتح كده الاقي دي ناشفه ما بتفتحش معايا اول ما بعمل كده البخار عايزك البخار بيخرج بفتح كده بقى بتروح فاتحه معايا تمام فاهماني وحاجه محترمه جدا وممتازه و12 لتر برضه و12 لتر دي 12 لتر جايه على طويل عشان لو عايزه تحطي دكر بط محترم كده او ديك رومي حلوه هنا دي اوسع و12 لتر اوسع و12 لتر تمام تمام بس الطول بيبقى اقصر فانت عندك اختيارات عندك دي وعندك دي وعندنا مقاسات دي كلها وعندنا مقاسات دي كلها يا جماعه تابعونا برضه اسعارهم ايه على الواتساب يعني انا مثلا عايزه حل الضغط ببعت على الواتساب بتلاقي حل الضغط كلها جات لي حتى بتبدا من الالومنيا عندي حل الضغط الومنيا تمام بنجيب لك كل الاستيلات كلها حل الضغط الومنيا بكام يا احمد؟ حل الضغط الومنيا بتعمل 550 جنيه ده حلو قوي 550 جنيه ممكن تجيبيها لماما مثلا هتبقى حلوه ايوه في الاكل برضو حلوه وصحيه فاهمه فاحنا بنبعت لك كل حاجه على حده على سعرها المظبوط بتشوف الحاجه اللي انت عايزاها وبنرسلك وبنقول لك سعرها كام الله يبارك لك ونصورها لك ونعمل لك اللي انت عايزاه كله الله يبارك لك بجد هنا المكان بجد يسيع من الحبايب مليون فتعالوا السنتر بجد هنا هتتبسطوا ان المكان منغم من الادوات المنزليه من كل حاجه العروض عروض حقيقيه الكلام كلام حقيقي بفضل الله الشغل موجود اعلى الخامات واقل الاسعار داخل السنتر عندي بيبدا من الرفايع عندي تبدا من اول جنيه طقم الصيني عندي كامل 12 من 2900 جنيه عندي طقم الاركوبال ب 1600 جنيه عندي طقم اركوبايركس كامل بيعمل 600 جنيه اركوبايركس 60 حته اركوبايركس بيعمل حلو 600 جنيه فميزه السنتر عندي هنا ان انا عندي كل حاجه من الالف كل جنيه. المستويات معاك 10000 هتيجي تاخد جهاز عروسه 9000 هتاخد جهاز العروسه ايا كان تيجي تاخد عرض مفروشات ب 4000 ب 7000 فكل حاجه موجوده عندي اي عرض على القناه موجود عندي قناه سنتر القرش بتخشوا بتشوف تجهيز محلات ب 20000 ب 30000 ب 10000 طيب خليني اقول ان الجزء اللي احنا بنتكلم فيه تجهيز محلات وتجار الجمله هيبقى ليهم اسعار ثانيه عشان بس نبقى متفقين وهم قاعدين دلوقتي شايفيننا شافت كل حاجه وشافت المصداقيه بفضل الله كل التوصيل عندنا لحد المكان سواء خدت الحاجه بعتها ولا يا شيماء احنا الاول يعني من فتره كده من يعني من 6 7 سنين تمام كان عندنا حتى خمس عربيات كنا بنلف على جميع انحاء مرت مصر العربيه حتى الاقصر اسوان بنروح وجه بحر وجه ابلي السويس بورسعيد طنطا بنلف الدنيا كلها الشغل بيبقى في العربيه عدى على المحل يعرض عليه الشغل من اسعارنا ياخد له مثلا شويه حاجات ب 10000 ب 15000 ساعات يكلمني طب ينفع اللي احنا مثلا ناخد شويه حاجات ب 10 ب 15 ندفع مثلا خمسه ونبقى ال 10 نقول ماشي نقول ماشي والعربيه تروح له مره واثنين وثلاثه وتلف عليه تاخد 1000 في 1000 فلقينا وجع ايه فاهم وجع دماغ طبعا طب ليه بقى ليه انا الزبون يجي لي لحد عندي هنا ما وفرلوش ده انا وفر له سعر ووفر له خامه ووفر له توصيل ووفر له كل اللي هو يقول عليه احنا طبعا المكان هنا يعني بجد بجد هنا مش هتندموا لو جبتوا سنتر القرش هنا حقيقي يا جماعه والله كل حاجه من الالف للياء ما شاء الله الله يبارك في حضرتك احمد انا عايز اعرف اسعار دول كام من غير اي حاجه خالص المتابعين ده حضرتك بيعمل 195 جنيه 195 ب 195 دول مجور عجن عشان بس احنا انا سالت على طول ده مجور عجن مثلث مقاس 50 مقاس 50 بيعمل 195 تمام في مقاس 60 بيعمل 275 في مقاس 70 بيعمل 395 تمام حلو قوي 95. المقاس اللي معاك الكبير ده بكام ده على ما اعتقد مقاس 70 395 تمام ما شاء الله شايفين يا جماعه المقاسات وشفنا كمان اللي هو الاربع عجلات اللي هنا ده بكام
نعم. شفنا منه الأربعة في قلب بعض مقاسات عادية للبيت. ثلاثة ده كان طقم فتة. اللي هو ايه حضرتك قصدك اللي هو 175 تقريبا 175 ده مش مجهور ده طقم فتة. ده طقم فتة عندي منه القطقم غويطة ثلاثة مع بعض. تمام حلو قوي. 175 تمام ماشي. في كات برضه موجودة التيشيرت والحاجات دي كلها برضه هجيبها لحضرتك. القطقم الألمونيا شايف الشغل عامل ازاي؟ بص يا جماعة ده طقم ألمونيا بالظبط دقيق كام حلة ده 13 حلة في 13 حلة ليزر يا جماعة خلينا قربوا لو عايز حتى أربعة حلة موجودة أربعة حلة ده ليزر. وفي عندنا الالومنيوم اللي بيد بيكلايت او يد الومنيوم برضو او اليد الماسورة برضو موجود كذا ستايلات برضو يعني تشكيل الومنيوم برضو يحمل موجود معينا جايز انا مش عايزة طقم هرم زي كده عايزة طقم اربعة امشي بيه الدنيا امشي بيه الدنيا تمام ده ايديال هوم بقى عايز اقول لكم ده طقم محترم تاخديه وانت مغمضة حلو جدا وسعره ممتاز جدا بيعمل 2250 ايديال هوم 2250 عبارة عن اربعة حلة وصينية ومقلاية او جريل ما شاء الله. خلينا نقول يا جماعه ان احنا عندنا تشكيله الصيني كلها الله اكبر عليها حاجه محترمه جدا اوعي تفوتي العروض دي لان هو فعلا حلو قوي. الطقم ده شياكه جدا. الطقم ده كمان قمر عجبني قوي وده برده الاطباق بتاعته والسيرفيس بجد حاجه محترمه جدا. تعبتك معايا هنجيب حاجه ثانيه يا احمد. العشاء الله يبارك في حضرتك يا رب والمتابعين بخير. تسلم. وبجد بجد احنا عندنا منتجات تشرف متابعينك وغير متابعينك لو جم بس المكان هنا بجد عندنا منتجات تشرفكم فتعالوا وتقيله علينا وخفيفه عليكم وتعالوا شوفوا مصداقيه سنتر القرش هنا في التوصيل في المعامله في الخامه في السعر في كل حاجه. تعالوا خدوا فكره تعالي العيله كلها هاتي الدنيا كلها هاتي خالتك هاتي بنت خالتك وتعالي اتفرجي هنا خدي حاجات ب 1000 جنيه ب 2000 جنيه حلو قوي. حاجه تعالى نورينا هنا الله يخليك كان جاي تتفسحي المقابله حلوه والله يا جماعه هتيجي وتتبصي المكان ما شاء الله فيه كل حاجه هتلاقي نفسك انت من نفسك بتمدي ايدك تاخذي الحاجه انا عايزه ده هتلاقي كذا حد واقف مستنيينك تقولي انا عايزه ايه وما شاء الله المكان عليه اقبال يعني احنا مش كاسات عن تشكيل كاسات عن طقم كاسات بيبدا من 90 جنيه لحد يا جماعه زي ما انت عايزه 250 175 350 البوهيمي والكريستال الايطالي والسلوفاني والبولندي كل حاجه موجوده الصيني الفرنساوي برده عنده صيني فرنساوي برده موجود كل الماركات الفرنساوي والبولندي والبنجلاديشي والماليزي موجود كل الماركات كلها موجوده داخل السنتر. تسلم الله يبارك تعبتك معايا وشقيتك النهارده معلش الله يبارك فيك. يا ريت تعملوا طبعا لايك يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس ويا ريت يا جماعه برده اي حد يشوف الفيديوهات بجد يشير الفيديوهات دي لان بجد الاستشهادات تستاهل كل خير. الله يخليك يا احمد تيجي في المكان الصح تيجي في المكان الصح لاجل اللي هي طبعا يعني تقف مع متابعينها ولاجل ظروف البلد عايزه العرايس كلها تتجهز وان شاء الله يكونوا من سنتر القرش ان شاء الله باذن الله. تسلم يا احمد والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلام بجد الفيديو كان مميز واتبسطت جدا ان انا كنت معاكم النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.